أما بعد، معاشر الموحدين بالله رب العالمين، التاريخ خير شاهد ودليل أن الأمم لا تنهض إلا بمثقفيها، والتاريخ خير شاهد ودليل أن الأمة لا تنهض بالمنافقين، والتاريخ خير شاهد ودليل أن الأمم والمجتمعات لا تنهض بالكذابين، والتاريخ خير شاهد ودليل أن البناء إن لم يكن من داخل الشخص أولا قبل أن يتعدى إلى بيته وإلى مجتمعه فهذا بناء منقوض البنيان. ولكن ما يحدث في مصرنا يوم أن تصدينا لدعوات خارجية إخوانية أكثرفية لا نعلم أصلها من فصلها، ولا نعرف دينها من ديدانها، ولكننا نقول إذا كانت هذه الرسالة